السلام عليكم. عليكم السلام. عاوزة أسأل حضرتك مصطفى، ما السؤال؟ حضرتك وأنا ليا بنت رفع قضية طلاق للضرر في المحكمة واتحددت الجلسة، وهو فعلا زوجها ضربها وكده، بس هما محتاجين شهود بأنه ضربها. طبعا الشهود دول، الضرب كان في البيت في الشقة بتاعتها، فالشهود دول ما شافوش حاجة يعني. فنجيب الشهود ولا ده لا يجوز؟ يعني كيف يشهد شاهد على شيء لم يره؟ وربنا يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن معانيها: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى. فالشاهد سيؤتى به وهو لم يرى، فكيف يشهد؟ احنا مش عارفين نجيب حقها بالحلول الودية. ما عندي الذي ذكرته إلا الذي ذكرته.